بحبة مكونات من بيتك عملنا أقوى وصفة لشد البشرة ومنع الخطوط والتجاعيد، وفي نفس الوقت كمان هتشلك البقع الداكنة والكلف والنمش وأي تصبغات عنيدة في البشرة هتخلصي منها للأبد. ركزي جدا في الفيديو ده وتابعي للنهاية. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة الرائعة دي ازاي، ان شاء الله هتعتمديها ومش هتستخدمي غيرها. مساء الخير، اهلا بيكم. تعالوا النهاردة هعمل لكم ماسك للبشرة تحفة جدا، بيشد البشرة، بيشد التجاعيد، بيفتح البشرة جدا، هيخلي بشرتك زي المراية من اول استخدام فضل الله تعالى، هتلاحظ الفرق ده. ركزي جدا في الفيديو ده وتابعي للنهاية علشان تستفادي. الاول نصلي على النبي ونذكر الله في التعليقات، وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنحتاجها معايا، هنحتاج كوبايتين بالشكل ده. ركزي جدا في المكونات لان الوصفة دي سحر، وهتفتح بشرتك جدا، هتشد، مش هتخلي التجاعيد يقرب من ناحيتك، وهتخلي بشرتك مشدودة طول الوقت، وكمان هتحولها من بشرة عادية لبشرة زجاجية وزي القمر. اول حاجة هحتاجها معايا معلقة من بذر كتونة، ده بذر كتونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هاخد معلقة كده في الكوب ده. الكوب الثاني هستخدم معلقة من لبان الذكر، هحتاج معلقة من لبان الذكر بالشكل ده في الكوب الثاني، وهضيف عليهم مية بالشكل ده. الكوبايات دي مش كبيرة، صغيرة. هبيتها كده من بالليل، قبل ما انام بالليل هعمل الطريقة دي، وهغطيهم بأي غطاء عندي، وهسيبهم على جنب كده من بالليل حتى الصباح لمدة 12 ساعة. تمام كده؟ تمام. وبعد ما عد عليهم 12 ساعة بقوا معايا بالشكل ده. تعال نختبرهم كده. بصوا ده لبان الذكر اهو، شايفين داب تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اهو بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تحفة جدا للبشرة وشد التجاعيد والكلام ده كله، وكمان بيفتح البشرة جدا. وده كده معايا بذر كتونة، شايفين بقى مادة جل ازاي، شايفين ده اللي انا عايزاه بالظبط. مش عايزه اقول لكم ده بقى للبشره تحفه جدا لتفتيح ونضاره البشره، بيخلي البشره بتبرق زي الازاز. تمام كده. بعد ما عدى عليهم 12 ساعه هاخدهم واستخدمهم واقول لكم هنستخدمهم ازاي. لو انت معايا لحد دلوقتي ما تبخليش عليا بلايك، لان اللايك اللي بيرفع الفيديو. وكمان لو ليكي اي طلب اي استفسار سيبه لي في الكومنت وانا هرد عليكي في الحال. خدت بذر كتونه كده زي ما هي في الطبق، زي ما هي كده، مش هصفيها ولا اي حاجة، انا هعمل بيها الماسك زي ما هي كده. هجيب بقى 5 معالق من مية لبان الذكر بالشكل ده، هحط مقدار 5 معالق كده وهقلب. جربي الماسك ده، مش هتستخدمي اي حاجة تانية. تمام. بعد كده يا ست الكل هضيف عليه معلقة من عسل النحل بالشكل ده كده. عسل النحل ده رائع للبشرة، بيفتح البشرة جدا، وبيخلي بشرتك خالية من اي عيوب كده. وهقلب عسل النحل مع المكونات. بعد كده لو انا عندي بقع في بشرتي او حبوب او احمرار، هضيف معلقتين من جل الصبار. طبعا عملنا مع بعض جل الصبار قبل كده، ادي معلقة وادي معلقة، هقلب، هضيف كمان معايا معلقتين من دقيق الخبز، 1 2، هقلب كويس جدا الماسك ده مع بعضه كده. وبس كده يا ست البنات يا قمر، حاجة كده خيالية للبشرة لشد البشرة ومنع التجاعيد، وكمان ازالة البقع الداكنة واثار الحبوب، هيخلي بشرتك زي المراية. بجد حلو جدا، لازم ان تجربوه بهذه الطريقة. وانصحكم ان انتم ما تصفوش بذر كتونة، تعملوه زي ما هو كده، لان بجد بيفرق جدا في البشرة، وبيخلي البشرة في منتهى الجمال وهو زي ما هو كده. هفرده على بشرة نظيفة لمدة 3 ساعة، بعد كده بشطفه وارطب باي مرطب عندك. مش عايزة اقولك هتحتمديه ومش هتستخدمي غيره، لان بجد بيفتح البشرة جدا، من الحاجات الرائعة للبشرة
بذر كاتونة مع مية لبان الذكر، تحفة جدا للبشرة لشد التجاعيد ومنع الخطوط، وكمان هيبينك أصغر من سنك على الأقل بعشر سنين. أتمنى تجربوا الماسك ده، ما تنسوش تدعولي وما تنسوش تكتبولي بتتابعوني منين عشان ده بيسعدني جدا. ولو لكم أي طلب أي استفسار سيبوهولي في الكومنت وأنا هرد عليكم بنفسي. طيب هنستخدمه كم مرة في الأسبوع؟ من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع، بجد رائع للبشرة، انت من جماله مش هتبطلي تستخدميه لأن بجد حلو جدا للبشرة، بيغذي البشرة، كمان مفيد جدا للبشرة، فاستخدميه بهذا الطريقة. وطبعا ما تنسيش تقولي لي رأيك في الكومنتات ان انت جربتيه ونفع معاكي جدا، لأن بجد خيال للبشرة بيبقى حلو جدا. كده وصلنا لآخر حلقتنا، أتمنى أكون فدتكم، لو استفدت ولو بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير. بحبكم في الله، مع السلامة.